وما تتطلبه سيارات الإسعاف من مواد محروقات من أجل إسعاف المصابين والجرحى الذين أصيبوا ويصابون بسبب هذه الغارات الجوية. يعني والحقيقة ربما نحن نقول دائما خلال السنوات الخمس نغطي الأحداث السورية بموضوعية وحيادية، لكن أمام هذه الحالات ربما نقف إلى جانب هؤلاء المحاصرين الأطفال الذين ربما لا يجدون حليبا ليشربوا، أمام 300 ألف شخص الآن باتوا يبحثون عن حبة دواء وعن ممر إنساني آمن. لكن ربما نقول أننا ندعو الله عز وجل ألا نشاهد الصور التي كانت تخرج من مضايا من غوطة دمشق وأيضا من معظمية الشام لناس ربما تموت. كان الله في عونهم. شكرا لك مشاعر جياشة واضحة. ميلاد فضل مراسل الجزيرة تحدث إلينا من ريف حلب.